إذا دخلت الحمام وفي جيبي المصحف أو كتيب فيه سورة من القرآن الكريم سواء كنت ناسيا أو غير ناس فما الحكم جزاكم الله خيرا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد ذكر العلماء رحمه الله أنه يكره دخول موضع قضاء الحاجة بشيء فيه ذكر الله عز وجل، لأن ذلك يعرضه للإهانة. فالواجب على المسلم إذا كان معه مصحف أو معه شيء من ذكر الله عز وجل أن يجعله في مكان ثم يدخل لقضاء حاجته، ثم يعيد هذا المصحف أو هذا الذكر إلى موضعه معه، من أجل أن يبعد ذكر الله عن دخول الحمام. إلا إذا خاف على هذا الشيء أن يسرق أو أن يضيع، فلا بأس أن يلفه معه في داخل جيبه أو داخل ثيابه ويدخل به من أجل الضرورة. نعم.